الو، الو، اهلا يا ايمان، اتفضلي ايوه حبيبتي، اتفضلي، السلام سامعينك. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. والله يا حبيبتي انا ممكن اكلم الدكتور؟ موجود يا فندم، اتفضلي. اتفضلي يا طيب استاذة ايمان. حبيبتي، انا عندي شاكوت يا دكتور. انا ست متجوزه بقالي اكتر من 30 سنه، بسم الله ما شاء الله، 30 سنه. زوجي يعني مش مخليني عايزه حاجه، بمعنى اصح يديني الحمد لله. فلوس ومال وعاطفه وحنيه وكلام حلو وكل اللي تتمناه اي زوجه. حلو انا قوي عندي 5 عيال، ما شاء الله، 5 اولاد. بس مشكلتي ان انا بقالي 9 سنين انا اتمنيت، انا قعدت مع زوجي والحمد لله احنا مستوانا المادي ما شاء الله علينا، ربنا يبارك يا رب. تعبت معاه، يعني انا تعبت فعلا، تعبت معاه. من ايه؟ يعني في ال انا بنيت كل حاجه، بنت معاه بقالي في 9 سنين تعبتي معاه، عندي خيانه زوجيه في فلوسهم يعني. بقالي 9 سنين عندي خيانه زوجيه. يعني جوزي بالليل ياخدني في حضنه ويقول لي انا بحبك واحبك، وافتح انا عايز بس اسالك افتح التليفون الاقيه بيحب دي وبيحب دي، ماشي مع يا مدام ايمان، ماشي مع متجوزه. مدام ايمان، نعم. انت قلت ايه؟ انا متجوزه بقالي 30 سنه وجوزي حنين عليا قوي وطيب قوي. هو بدا يخون من 9 سنين بس؟ لا، هي قالت كل الفتره كلها. لا، ما هو بيخون من امتى يا ايمان؟ من اول يوم؟ لا يا حبيبتي، بصي انا كنت مشغوله بالعيال، يعني زوجي كان ما احناش عارفين وكده، فكنت مشغوله بالعيال، ما كنتش واخده بالي خالص من زوجي دوت. يعني تعترف. لكن من 9 سنين اكتشفتي ان هو بيخونك؟ اكتشفت ان زوجي بيحب يعني زوجة صاحبه اللي مات وماشي معاه. الست دي اكبر مني اكتر ب10 سنين، انا عايز اسالك حوالي 60 سنه. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. علاقته بيكي ايه عامله الفتره دي؟ لا لو قلت لك يعني روميو وجولييت. طب انا عايز اقول لك حاجه، على فكره جوزك اللي بيكلمهم دول مش بيحبهم، انت الحب الاساسي والحب الرئيسي. جوزك بتدلع شويه وبيلاقي نفسه شوية مع دي ومع دي ومع دي، لأن هو مش مستقر على واحدة. ده إيه؟ في حاجة اسمها مراهقة متأخرة. هو عنده كام سنة؟ عنده 65. 65؟ مراهقة. طيب ربنا يخليكم لبعض، وحاول إن أنت تهتمي بيه شوية، وحاول إن أنت تتكلمي معاه في كل المشاكل دي بهدوء، ومش عايز يكون في نرفزة أو في عصبية. خلاص؟ والناس اللي هو بيكلمهم دول دي عبارة عن كده إيه؟ مراهقة متأخرة في شوية نزوات. هو ما بيحبش حد. واحدة لو قالت له صباح الخير هيعتقد ان هي مهتمة بيه، لكن الموضوع عادي ابسط من كده بكتير. حافظي على علاقة، نجاح العلاقة اللي انتوا فيها. انت بتعترفي ان انتوا ناجحين وبتعترفي ان انتوا كويسين، اكيد في حاجة لازم تقع، فبذكائك وان انت تقدري تشتغلي معاه وتقدري تهتمي بيه وتقدري ان انت تتكلمي معاه بهدوء، ده هيقلل من حجم المشكلة شوية. شكرا يا ايمان. الحلو بيكملش ولا ايه دكتور؟ طبعا هي الدنيا كده، يعني الحلو بيكملش كل حاجة. ناخد مروة.